جديد لدبي كلينك. فاهلا بكم شباب كرام، حلقه ان شاء الله تعجب حضراتكم. هنتناول فيها اكتر من موضوع خاص بعلاج الالم، الام خشونه الركبتين ومشكلات والام العمود الفقري. معانا النهارده تقارير لاول مره هتشوفوها باذن الله تبعث الامل والتفاؤل في نفوس كل اللي بيشوفونا ومحتاجين يطمنوا على نفسهم. دبي كلينك ما سابتش مكان الا ودورت فيه عن مريض الالم اللي بيشتكي من الام العظام، سواء خشونه الركبتين او مشكلات خاصه بالعمود الفقري. الجميل كمان التقنيه اللي ادخلتها دبي كلينك في الشرق الاوسط، اقدر اقول الشرق الاوسط في علاج الالم. يمكن البرولوثيرابي كانت الكلمه اول مره نسمعها من شهور، العلاج بالاكسجين النشط كلمه اول مره بنسمعها من شهور. النتائج اللي كانت على ارض الواقع في تحقيق مراد الناس في الشفاء السريع، لان المريض مش عاوز يتعالج في وقت طويل، وفي نفس الوقت محتاج يطمن على نفسه، وده اللي هنتابعه النهارده ونعرف اخر تطورات للعلاج بالطب التجديدي مع دكتور عمرو سعيد. برحب بيه مره ثانيه دكتور عمرو، اهلا بيك وموفق في كل خطواتك باذن الله، وربنا يجعلك سبب في شفاء الناس زي ما دايما بتدعي يا رب العالمين. والنهارده ببدا معاك، ايه الجديد اللي يعني اخر فتره يمكن انت كنت مكل شويه في الظهور، وده كان بسبب انشغالك الحمد لله 40 مع المرضى، ربنا لا يجعله في ميزان حسناتك، وعاوز اعرف ايه اللي حصل في اخر فتره الجديد اللي قدمته للمرضى وده انعكاسه عليه كان ازاي. يمكن النهارده احنا الحمد لله رب العالمين لينا نسب نجاح تكاد تكون يعني قريبه جدا من المراكز العالميه اللي موجوده بره، ويمكن الحمد لله رب العالمين يمكن في اخر اتصال بيا بزميل ليا في موجود في امريكا كنا بنعرض عليه بعض الحالات وكان في ذهول من النتائج لله الحمد. احنا بنتحرى جدا ان احنا نحاول ان نختار اختيار المريض اللي تناسبه هذه التقنيه، اختيار الانابيب وطرق الفصل المختلفه اللي نقدر نحقق بيها نجاحات مختلفه، ونقدر نقلل من مرضانا. يعني احنا دايما بندعو دعاء واحد، اللهم اجعلنا سببا في شفاء الناس، وربنا ينفع بينا الناس، وان احنا ربنا يجعلنا سبب ان احنا نخفف ألمهم. ده اهم حاجه، واهم حاجه احنا دينيتنا مع مرضانا، ودينيتنا فريق العمل كامل كل الفريق حواليه هدف واحد، هو ان احنا ازاي ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يجعلنا سببا في شفاء الناس. دي مهمه جدا ونخفف عن ألمهم. زي ما قلت حضرتك كده، في حاجات جديده، في اجهزه جديده، بدانا نفتح فروع في كذا مكان، ويمكن دوت خلانا بقى معانا زمايل تانية الحمد لله امنوا بالتجربه. انا مبسوط جدا، انا فرحان بان فعلا الحمد لله رب العالمين ان من ضمن احنا كنا الحمد لله من اوائل الناس اللي قلنا بالنادي يا جماعه في حقن تاني غير الكورتيزون، في اساليب حقن تانية مختلفه نقدر نعالج بيها الالام بطرق مختلفه، سواء كان التردد الحراري، سواء كان البرولوثيرابي، سواء كان تقنيات علاج البي ار بي، او الجروس فاكتور العوامل النمو نفسها ان احنا نقدر نحقنها لبعض المرضى ما تناسبوش دوت، او الاكسجين النشط والعلاج بالاوزون الطبي. فده كل ديت عوامل نقول لا في بدائل تانية، سواء كان حقن لبعض الفيتامينز وبعض العوامل اللي احنا ممكن نحقنها، ودي الحمد لله برضو قدرنا نوفرها عندنا في المركز. عشان نقول ان احنا انا عارف ان في بعض الناس عندهم باد هيستوري او عندهم خبره سيئه لحقن البلازما، احنا ليه بنقدمها، ولازم يكون في بحث دايما، في بحث علمي، احنا بنطور وبنقيس، وكل عيان بنفصل له جرعه علاجه خاصه بيه بالخاص. عندي 68 سنه، بقالي فتره طويله بتعالج من ركابي، وخدت دكاتره كتير وخدت علاج كتير، ما كانش في اي نتيجه. الحمد لله من اول جلسه خدتها حسيت بتحسن حقيقي، كنتش بعرف اطلع السلم خالص، كنتش عارفه امشي في شقتي ولا اعمل حاجات بيتي العاديه، كنت كل شويه اكعور وانا ماشيه، يعني كل خطوتين احس انا بقع واصرخ، ما كنتش عارفه انام مهما اخذ مسكنات. بعد جلستين على طول الحمد لله حسيت بتحسن كتير قوي قوي قوي، على الاقل بقيت اطلع السلم الحمد لله، اشتغل في بيتي، انام. انا كنت بعرف ما كنتش عارف انام خالص، دلوقتي بنام الحمد لله، وما زلت باخد برضه الجلسات والحمد لله انا زي الفل دلوقتي. انا قعدت في الدور الخامس، وكنت كل صلاه المسجد تحت بيني وبينه يعني زي 30 متر، واخد بال ستك؟ كنت بنزل كل طالع نازل ما كانش بيهمني، وبعدين حسيت في الفتره الاخيره بتعب جامد. يعني انا النهارده دي ثالث جلسه، ويعني ثاني مره هحقن بلازما، وقبل كده حقنا اكسجين نشط، لكن بسم الله ما شاء الله انا يعني سعيد جدا جدا ومبسوط. انا عشان سني كبير شويه 73 سنه يعني الله يبارك فيك، فبحس بتعب ومشقه جامده، وخاصه مثلا لو كنت مثلا شايل كيس مثلا فيه خضار بسيط بتاع
بتعبنا اكتر. يكفي بس بسمه الفريق الطب اللي معاك في مقابله المريض ديت بتبقى زي علاج يعني نشط، بيخلي الانسان نفسيته تستريح بيستجيب للعلاج. والحمد لله انا كنت من الدرجه الثالثه، يعني انا سعيد سعيد جدا جدا دلوقتي. كل دكتور ما كنت اروح له يقول لي عايزه تركيب مفصل، انت من الدرجه الاخيره من الدرجه الخامسه كمان، يعني اقول له في دكتور في درجه خمسه يقول لي اه. يعني الالم مثلا كان 10 من 10 الالم، دلوقتي يعني بحس الالم 7 من 10. انا حاسه بتحسن بس مش التحسن اللي هو قوي، يعني الحمد لله احسن من الاول بكتير. انا كان عندي خشونه في الركبتين، كانت ما كنتش اقدر امشي على رجلي، كنت امشي رجلي كده ورجلي كده وحاجات. اول مره حسيت بتحسن شويه، تاني مره التحسن زاد، حاجات المره الثالثه بس قلت فيه شويه الم بسيطه في الرجل الشمال، راح قال لي بعدين نعمل علاج طبيعي وناخد العلاج ده ان شاء الله ونبقى احسن. يعني هو انا تحسنت احسن من الاول كتير خالص، يعني تقريبا بتاع 85% احسن من الاول. كان عندها خشونه من الدرجه الثالثه وهي تعتبر يعني زميل من الجيش الابيض، فاحنا بنعتز بيها طبعا، بنعتز كل الزملاء. خليك وتقول لنا كده معانا التجربه، احنا الحمد لله حققنا مره واحده وربنا يسهل لنا الحال ان شاء الله. النهارده جايين نستكمل معانا بقيه الجلسات. كنت وصلت لدرجه برضو نفسيا تعبانه جامد وما بقدرش اقوم، لا بقوم على ايدي وعلى رجلي، رغم ان انا لسه يعني لسه ما وصلتش للسن ده ولا 40 سنه. وبعدين جيت للدكتور عمرو، كان نفسيا هيأني نفسيا، حسيت ان انا ركب ما اتكلمت معاه كانسان ريحني نفسيا جامد. ولما دخلت في العلاج الحمد لله برضو تحسنت، يعني لدرجه ان انا رحت للدكتور في كفر الشيخ قال لي اعمل لك عمليه تسويه عظام وهاخد كذا وهاخد كذا. الدكتور عمرو انا ممرضه حسسني بكياني، يعني جيت قال لي انت من الجيش الابيض، انت بتاعتنا، يعني حسسني كان بني ادم والله، ما عشان خاطر هو قاعد ولا حاجه. دكتور عمرو انسان كويس ودكتور فالح والله العظيم. كنت الاول تعبانه ودلوقتي خامس حقن دلوقتي، بقت كويسه الحمد لله. مدام سميره كانت تعاني من خشونه من الدرجه الثالثه، والحمد لله احنا عملنا معاها 3 جلسات، ودي النهارده يعتبر اخر جلسه ان شاء الله باذن الله اذا ربنا اراد. ظهري وركبتي ده عباره عن نار، زي ما يكون نار فيه، ما كنتش بشوف النوم، اخد مسكنات وادهن مرهم واخد ما خليتش عليا وما فيش فايده. لا بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك صراحه، الله يبارك لك يا دكتور والله. تحسنت الحمد لله وبنام، الله يبارك لك، وكل ما انام بدعي لك وربنا يا رب يزيدك والله العظيم. لا ما باخدش خالص، كنت بدايك ولفين وفلتارين ودكلك وما خليتش جميع المسكنات. لا ما شاء الله والله، ربنا يبارك لك بصراحه، ربنا يوسع عليك. شفنا مع بعض اول جرعه من الامل في الشفاء الخاصه بعلاج خشونه الركبتين ومشكلات والام العمود الفقري في دبي كلينك. يمكن تقارير تفرح القلب، والناس دي كانت جايه متعشمه خير في دبي كلينك، الطريقه الجديده اللي ربنا من عليها في دبي كلينك، وربنا كرمنا بيها وقدرنا نساعد قطاع كبير من الناس في التخلص من الالام. بروتوكول جديد تم وضعه بعنايه جدا جدا يتناسب مع كل مريض. في نسب النجاح، هل كل مريض بيجي هيتحسن زي المريض اللي كان جنبه على الكرسي، ولا كل مريض بيتفصل له الحاجه اللي المفروض على اساسها بيبقى ماشي في سكه لوحده والمفروض بيتعمل له بروتوكول خاص بيه، نقول له اصبر انت هتتعالج بعد شهر، انت بعد اسبوع، انت بكره هتتحسن، النهارده وانت مروح هتحس بتحسن. الام الخشونه عامه او الالم المزمن عامه ده عشان خاطر يتكون بياخد سنين. بنجتهد ان احنا نحاول ان احنا التقنيه الحديثه بتاعتنا، احنا مش بنسكن الم، احنا عايزين نعالج الالم، فنعالج مسببات الالم، فبالتالي نوصل لنسب النجاح ونسب العلاج اللي تبقى بالنسبه للمريض مرضيه. ده الاهم، ده التارجت بتاعنا وده هدفنا، ان احنا عايزين نعالج السبب. خشونه الركبتين سببها الرئيسي ان في تاكل، في ضعف في السائل الزلالي او اللي موجود، فحصل احتكاك، فدايما العيان زي ما حضرتك عارف الراشز وده اللي احنا دايما بنقولها ونشوف ان دايما الخشونه بتزيد، تبقى درجات الاولى والثانيه والثالثه، في منها درجات بتستجيب للعلاج الدوائي سواء كان فيتامينات او مكملات غذائيه بترفع
ترفع من دوت وتحسن لنا من اللوبريكيشن والسائل الزلالي وتقلل لنا الالم بدون استخدام المسكنات. في نقطه غايه في الاهميه برضو عايز انبه مرضانا ليها ولازم الناس تاخد بالها، ان هو الحقن مش هو بس في مش حقن كورتيزون، يعني ممكن العيان يكون عنده الم فهو عنده الام في الخشونه اللي هي الدرجات المتوسطه، ياخد مسكنات هتبقى لود على الكبد لود على الكلى، هي نفسها المسكنات بتضيع لنا المواد العلاجيه، هو ربنا سبحانه وتعالى جعل فينا القدره على علاج نفسنا. فبالتالي هتلاقي يحصل تاكل اسرع فتزيد درجه الخشونه تبقى من الدرجه اللي بعد الثانيه، هنا يبتدي برضو العيان هو غصب عنه هو عايز يتحرك، فاسهل حاجه واللي هو متعرف عليه هيروح هياخد المسكن، ياخد المسكن بمنتهى السهوله، هو عايز يمارس حياته ويشوف حياته، تبتدي الدرجات تزيد اكتر وتبتدي الدرجه تزيد اكتر في لغايه ما نوصل كمان يعلي جرعات المسكن. ما بيقدرش طبعا، ما يقدرش يتحرك فوزنه يزيد صح. فالوزن لما يزيد ده برضه عامل من العوامل الرئيسيه في انها بتزود لنا يعني الخشونه والام الخشونه صح. فاحنا بالتالي في عوامل كتيره جدا. عايز اقول لحضرتك الوزن يزيد ابتدى العيان دوت يخش عنده سكر، ابتدى يخش عنده امراض مزمنه، نقص الضغط، مواد يحصل نقص للدم الواصل في الاطراف، وعامه ان هو بنقول عليه تصلب شرايين وهكذا، كل الكلام دوت كل الحاجات ديت بتؤدي في الاخر ان المريض طبعا مش قادر يتحرك، عنده الم مزمن، الالم المزمن ده دخله في اكتئاب، فبدا يبقى دايره الدايره ديت احنا ماشيين مش عارف مش قادر يتحرك، قاعد مش عارف يتحرك، مش عارف يخش يمارس حياته الطبيعيه اصلا، وبياخد المسكنات عشان على امل ان هي تضيع ده. كل الطريقه دي احنا لازم ننسف ده، لازم ننسف الفكر، والفكر حتى مع زمايلنا الاطباء ان احنا في طريقه جديده ان احنا نشيل الالم، وان احنا بعد ما نشيل الالم نقدر نعالج ده. كل عيان بيختلف من الاخر، لكل ما العيان يجي لنا بدري احنا بنفرح بيه جدا، احنا ان شاء الله هنجيب معاه نتيجه باذن الله. طب سؤال يا دكتور، وهنا هنا المفروض بنوقف الالم الاول علشان نبدي بعد كده، ولا احنا ولا انت بتمشي في الاثنين مع بعض، ولا ايه اللي بيحصل؟ الاثنين، انا لو وقفت الالم وقفت الاحساس بالالم باستخدام التقنيات المختلفه، سواء كان تردد حراري، سواء كان حقن البرولوثيرابي، سواء كان حقن الاكسجين النشط، لو انا وقفت بس الالم انا خليت الجسم يمشي في الاتجاه الهيلينج، في الاتجاه الالتئام، فبالتالي يحصل الالم يروح اللي هو مصدر الالم يروح. ففي فرق كبير جدا ما بين تسكين الالم وما بين ان انا اعالج الالم، اعالج الالم سواء كان الم مزمن، الالم المزمن اللي هو بقاله سنين اللي يتوجب العلاج، او سواء كان مصادر الالم ومسببات الالم. في احنا في دبي كلينك بنفكر كده مع العيان، انا بيجي العيان معايا بقعد افكر معاه احنا عايزين نعالج الالم اللي عندك. في مرضى بقول لهم نسب النجاح كل ما تبقى الدرجه قليله كل ما ناخد نتيجه كويسه ونسبه احسن، ومنتهى الشفافيه مع مرضانا احنا هنجيب نتيجه كذا بنسبه مثلا 30 60 حسب كل مريض. طب بعد التشخيص سؤال بقى، الحمد لله بقى لنا سنه ونص بنزرع الامل في نفوس المرضى اللي بتشوفنا دلوقتي اللي عندها مشاكل في الالم. الموضوع تطور كمان الحمد لله، اللي بقى يجينا نجوم كبار الحمد لله رب العالمين، وحضرتك ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني اخذت يعني قطاع كبير من الفنانين وهم بقوا حاسين ان انت ابنهم، مش هقول اخو ابنهم، هم توسموا فيك الخير بفضل الله، ويمكن ان شاء الله هنشوف بعض اللقطات اللي حضرتك اتصورت فيها مع فنانين كمان شويه. لكن السؤال في رحله حضرتك في الميديا بقى لنا اكتر من سنه بنشتغل على علاج الالم، هل الثقافه ثقافه المريض اتحسنت يا دكتور بعد حلقاتك؟ انه الناس الاول كانت بتيجي عندها تقوس، هل ابتدى الموضوع بعد كده بيجوا شونه رابعه، بعد كده الناس بقت تفهم اكتر فبتيجي، يعني الحمد لله احنا ماشيين جريدولي ان احنا نخلي الناس عندهم الثقافه والوعي؟ هو لا، الملاحظه ان احنا بقينا نقابل مستويات من الخشونه، يعني حتى زمايلنا في معايا استشاريين جراحه بيبقوا موجودين معايا في العياده بيقولوا ان احنا بنشوفه هنا ده ما بنشوفوش في بره في الجامعه او في المستشفيات بره. الدرجه كبيره جدا من الخشونه، مرضى كتير جدا يعني، وده يخليني يسرني اكتر ويزيدنا اصرار ان احنا لازم نوصل هذه التقنيه ونطور اكتر واكتر، ان احنا نوصل ونزرع ان في تقنيات علاج بالطب التجديدي نقدر ناخد بيها نتائج مع مرضانا، وكلما تدخلنا بدري كلما كانت النتائج افضل. استخدام تقنيات الطب التجديدي سواء كان البرولوثيرابي والبلازما الغنيه المنشطه والاكسجين النشط والايزون الطبي، كل دوت بيدي للعيان نتائج افضل بكتير جدا من اني احقن هذا المريض الكورتيزون اللي ممكن يسبب لنا مشكله زي ما قلت حضرتك، ويخلي لنا النتائج مش مرجوه او يخلينا في صعوبه في النتائج. احنا الطب التجديدي اوجد حل في علاج الالم،
استخدام الاوزون الطبي، استخدام الاكسجين النشط، استخدام البي ار بي بلازما، استخدام عوامل النمو نفسها ده غير البي ار بي خالص، استخدام بعض الفيتامينز اللي احنا برضو الحمد لله قدرنا ان احنا نحصل عليها ونوفرها عندنا في طرق الحقن بتاعتنا مع البروسيرابي، استخدام المغنيسيوم، في عوامل حاجات كتيرة جدا الحمد لله ممكن نستخدمها مع مرضانا وناخد بيها نتائج. الحمد لله ربنا بيجعل أسباب وبيسبب أسباب للشفاء. أنا يا جماعة والله 15 سنة بلف، ولدرجة أن حالتي النفسية تعبت وجالي أكزيمة في وشي، وبسبب اللي أنا مش بقدر أمشي ولا أعمل حاجة، وأنا ساكنة في الخامس ما عنديش أسانسير. أنا ما كنتش جاية، بس والله والله اللي بقوله بحق حبيبي النبي اللي زرته، أنا حلمت بالليل اللي أنا ماشية وفرحانة، بقول لبنتي بصي أنا بمشي أنا مبسوطة. فحاجة إليها قالت لي لا روحي بقى، بعدين كنت محكاسل مش هروح لان كنت فاقده الامل. فجيت في اخر وقت قلت لا خلاص مش هروح ادفع فلوس على الفاضي، لان قبل كده حقنت جيلاتين وخدت علاج كلوكوزامين سنين السنين وما فيش اي نتيجه، بالعكس كانت الرجل الشمال بقت الرجل اليمين كمان، وبقت مش قادره اتحرك. ونحمد الله انا حقنت مره اكسجين ومره بلازما، مره اكسجين ودي مره ثانيه هي بلازما، والحمد لله انا قدرت انزل السلم. والله ما كنت بقدر انزله، كنت بجمع مشاويري مره في الشهر، فانا والله ده اللي بيجيبني. انا لولا حاسه ان في نتيجه، والحمد لله الشفاء من عند الله وهو من بعد ربنا سبحانه وتعالى بيسخر. انا كنت بشتكي من الام في الفقرات القطنيه، الحقيقه كانت مأثره على مشيتي جامد، وفي الام بتوصل للفخذ والرجلين وكانت مأثره عليا جامد. الحقيقه رحت لدكاتره كتير ما جابش نتيجه العلاج بتاعهم. في الاخر توجهت لمركز دبي كلينيك، حقيقة المركز صادق جدا في تعاملاته مع المرضى بتوعه. فالحقيقة الدكتور لقى ان انا محتاج عملية تردد حراري عملها لي، وبعديها قال لي نكمل علاج بجلسات برولو ثيربي وجلسات الاكسجين النشط، عملتها والحمد لله خلصتها في تحسن كبير جدا بعد العملية والجلسات. العملية ما فيهاش أي تدخل جراحي، ده في جهاز بيطلع منه إبرة كده بتطلع تردد حراري، بس بتخش أوضة عمليات معقمة تعقيم كامل، بتحتاج أوضة عمليات معقمة تعقيم كامل فجهاز التردد الحراري، وبعديها الدكتور بيكمل مثلا بحقن معينة لاستكمال العلاج اللازم. كنت جاي على كرسي متحرك وما كنتش بقدر انقل رجلي، وكان في الم شد عضلي جامد وما اقدرش اقوم ولا اقعد نهائي. دلوقتي الحمد لله بقيت ماشيه طبيعي جدا، والالم خلاص الحمد لله انتهى، ودلوقتي جايبه لهم الحج تبعي بعلي. رحت للدكتور قبل كده خدت حقن، كان يديني مسكن يعني، تاخد شهر وبترجع زي ما هي. إلا في يوم من الأيام أتفرج على التلفزيون خدت رقم التليفون واتصلت، قال لي أنا أنجي كل محافظة اسكندرية يومين وصعاد يومين والكلام ده. رجل اليمين جلستين أو درجتين، رجل الشمال أربعة، خدت اثنين ما شاء الله لقيت الحمد لله. إحنا هنا في دبي كلينيك كتيم فريق بقيادة دكتور عمرو سعيد، بنقوم بدور هام جدا للمرضى، وهو مش بس نخفف الالام عليهم، لا احنا بنقوم بدور مهم جدا وهو رجوع البيشنت او المريض لحالته الطبيعيه، سواء كان قبل حدوث المشكله او بعد حدوث فتره العلاج او التريتمنت. بنقوم بثلاث حاجات هامه جدا، وهي اول مرحله هي مرحله تهدئه الالام، التاثير العصبي الفسيولوجي اللي بيحدث للمريض نتيجه المشكله اللي اصيب بيها او نتيجه المشكله اللي حصلت له. والمرحله الثانيه دي بتبقى مرحله إعادة بناء أي نسيج حصل فيه تلف، ودي نيوتريشنال إفكتس أو المرحلة اللي بيبقى فيها بناء الأنسجة. المرحلة الثالثة ودي أنا بشتغل فيها مع التيم، وهي مرحلة ميكانيكال إفكتس اللي هو التأثير الميكانيكي، هو اللي بيؤرق المريض بعد الألام رجوعه للوضع الطبيعي تاني من حيث الحركة. ما بيقدرش يطلع السلم، ما بيقدرش ينزل السلم، ما بيقدرش يقعد، ما بيقدرش يقوم، ما بيقدرش يمارس حياته الطبيعية بصورة كافية بعد فترة العلاج. احنا في دبي كلينيك بنهدف لرجوعه ميكانيكيا زي ما كان قبل المشكلة بالظبط.
فترة العلاج بتبقى بروتوكول موضوع بشكل معين ودقيق جدا بين أعضاء التيم برئاسة الدكتور عمرو سعيد، بحيث أن المريض يرجع للحالة الطبيعية تاني وبصورة أفضل بكتير مما كان، وده إحنا بنساعده فيه بالمتابعة بعد التريتمنت أو بعد فترة العلاج. في التيم بتاع دبي كلينيك بنتكلم على تريتمنت كامل، برنامج علاجي متكامل للمريض. المريض بيشتكي من مشكلة معينة في مفصل من مفاصل الجسم، ده بيترتب عليه حدوث آلام شديدة، وده دكتور عمرو سعيد رئيس التيم أو رئيس الفريق في دبي كلينيك بيبدأ يتعامل مع مشكلة الآلام بطريقة حديثة جدا والريجنريتد ميديسين، وبعد كده بنتنقل من مرحلة تهدئة الآلام لمرحلة إعادة بناء الأنسجة، وهي النيوتريشنال إفكتس أو التأثير الغذائي للأنسجة اللي حصل فيها التلف. ما بنسيبش البيشنت أو المريض يخرج من مرحلة بناء الأنسجة وإعادة بناء الأنسجة ونسيبه خلاص، لا، احنا في دبي كلينيك بنتميز بالتعامل مع حركة المريض. الميكانيكا الطبيعية للمريض دي بنتعامل معاها في دبي كلينيك من خلال بروتوكول متوازن بيعيد حركة المريض تاني زي ما كان. يعني لو المريض كان بيشتكي من مشكلة معينة وحدثت آلام وتلف نتيجة هذه المشكلة، بيتم القضاء عليها للرجوع للحركة الطبيعية تاني. يعني المريض لو ما كانش بيقدر يطلع السلم بنخليه يطلع السلم، ده من خلال الميكانيكال افكتس أو المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها واللي كلفت بيها من التيم في دبي كلينيك، وهي مرحلة إعادة ميكانيكا المفصل أو حركة المفصل الطبيعية. حركة المفصل الطبيعية هي دي آخر مرحلة من مراحل العلاج، وبنتعامل فيها من خلال أحدث تقنيات، هي تقنيات الارتيكوليشن والموبيليزيشن والريهابليتيشن، سواء كانت مرحلة تأهيل السطوح الغضروفية للعظام أو مرحلة تأهيل العضلات أو مرحلة إزاحة العظم للوضع الطبيعي بتاعه، ودي تحت إشراف كامل من التيم ابتداء من دكتور عمرو سعيد وصولا للمرحلة بتاعتي أنا المتخصص فيها. وبكده بنضمن أن البيشنت أو المريض رجع لحركته الطبيعية بعد فترة العلاج. بدبي كلينيك بنتعامل مع الحالة مش من خلال تخفيف الألم فقط، دبي كلينيك مش الألم فقط، دبي كلينيك حركة بعد تخفيف الألم، وده اللي بيخلينا نتميز عن غيرنا. دكتور عمرو متميز بانه بيؤمن بفكرة معينة، والفكرة دي ساقته لان هو يقدر يستخدم احدث اساليب تخفيف الالام المستحدثة من الخارج. كمان انا مؤمن بحاجة جد حاجة مهمة جدا مع دكتور عمرو، وهي ان المريض بعد ما نخفف الامه لازم نرجعه للحركة الطبيعية بتاعته، وده كان محور اتفاقي انا ودكتور عمرو في دبي كلينيك، بحيث ان المريض ما يتمش تخفيف الالام معاه ونسيبه، لا، احنا بنرجعه تاني للوضع الطبيعي بتاعه من خلال برنامج علاجي متوازن بيبدأ بتخفيف الالام وينتهي بالرجوع للحركة الطبيعية. وده اللي خلاني افخر بان انا اكون في تيم دبي كلينيك. في حالات كتير جدا كانت بتشتكي من مشاكل، على سبيل المثال مشاكل في العمود الفقري، وكانت يعني مؤهلة انها تخش عمليات جراحية، والحمد لله بالتريتمنت او بالبرنامج العلاجي المتميز اللي احنا بنحطه قدرنا نخليه يستغنى عن العملية ويتجنب مشاكل العملية الجراحية، بالذات في مسألة العمود الفقري، لاننا بنتميز بحاجة مهمة جدا، وهي احدث اساليب مستخدمة يدويا بدون تدخل جراحي نهائيا لعلاج مشاكل المفاصل ومشاكل العمود الفقري، سواء كان articulation او mobilization او حتى chiropractic، وده بيتم اختياره على حسب المشكلة نفسها. من الدول اللي بتتعامل في mobilization او chiropractic او osteopathy عموما، طبعا دولة امريكا من اكبر الدول اللي بتتعامل مع مسألة العلاج اليدوي تجنبا للجراحة، وكمان اوروبا بدول اوروبا استراليا وفرنسا والمانيا، رغم شهرة المانيا بالجراحة وشهرة انجلترا بالجراحة، الى ان ثقافة الناس انها تتعامل مع طبيب الاستيوبثي في المقام الاول، وبالفعل بيحقق نتائج متميزة جدا، ولذلك هو نمرة واحد في العلاج في هذه الدول.
لذلك لما تخصصت أنا في المجال ده وحبيته وتعمقت فيه وبحثت فيه كثيرا، كان محور اتفاق بيني وبين دكتور عمرو سعيد في دبي كلينيك لممارسة هذه التقنيات الحديثة لاستفادة المريض من هذه التقنيات. بالنسبة للمحافظات، دبي كلينيك لها في كذا محافظة فروع كتير، وده يعني حلم كان بيحلم بيه دكتور عمرو وما زلنا نحلم بيه كلنا، نحن نتوسع في الجمهورية لإفادة كتير من المرضى اللي مش بس بنخفف لهم الألام عن طريق الريجنريتد ميديسين أو الطب التجديدي عن طريق الحقن الانجكشن، لا كمان بنتعامل مع بروتوكولات مستحدثة جديدة جدا بتتعامل مع كل حالة على حسب مستواها، بحيث ان المريض يرجع لوضعه الطبيعي تاني زي ما كان قبل الإصابة. يعني لو ما بيتحركش هيبتدي يتحرك بعد البروتوكول، لو ما بيقدرش يطلع السلم ينزل السلم هيبتدي يتحرك حركته الطبيعية، وده ان شاء الله هيتم تنفيذه في محافظات كتير بإذن الله. معانا تيم كامل لتطبيق هذا البروتوكول بحيث ان احنا ما نسيبش المريض بمجرد ان هو خففنا الالام نسيبه خلاص، لا بنتابعه حتى الوصول للحركة الطبيعية بتاعته. الاهداف الموضوع لدبي كلينيك وللتيم المتناسق اللي حطه دكتور عمرو سعيد هو ان احنا بنستهدف جميع فئات المجتمع، سواء كانت السن كبير سن الصغير سن الشباب. بعض المشاكل الخاصة بالمفاصل، ألام المفاصل، خشونة المفاصل، ألام العمود الفقري، مشاكل العمود الفقري، مشاكل الانزلاقات الغضروفية، حتى الانزلاق الفقاري، حتى مشاكل العضلات الطبقة العميقة، مشاكل العضلات السطحية، مشاكل الأعصاب، كل ده بنهدف به العلاج من خلال البروتوكول الموضوع بدقة جدا بين أعضاء الفريق. كمان هيستفيد منه كتير من المرضى سواء كان الجنس ميل في ميل، سيدات رجال شباب، حتى الأطفال ممكن تستفيد من البروتوكول الموضوع بدقة من دبي كلينيك. وده يعني بنلخصه في ان الجهاز الحركي لجسم الانسان هو عبارة عن جهاز متناغم بيتم التعامل ما بين الأعصاب والعظم والعضلات بصورة طبيعية جدا بعد الخضوع للعلاج اللي احنا بنحطه او التريتمنت اللي احنا بنحطه. انا كنت تعبانة بقالي سنتين، تعبانة برقبتي، وخدت بسم الله ما شاء الله 4 جلس والحمد لله رجلي خفت بقت حلوة، الحمد لله رجلي الحمد لله عن الاول، ده كان فيها ولعة، كانت ولعة في رجلي والله، صرفت فلوس كتير وبهدلت والله بسبب رجلي دي، كنتش بقدر انام ولا اقوم ولا امشي. كانت الخشونه جامده عندي درجه 4 في الركبه، فجيت للدكتور بقى كان بيقولوا لي عمليه، وعمليه في الركبه دي زرع مفصل، تركيب مفصل، وبعدين طبعا مش موافقه على العمليه، فجيت للدكتور بقى حقنت الحقن البلازما والاكسجين، والحمد لله اتحسنت وبقت كويس. بقى لي حوالي سنه وشويه كده كتفي بيألمني، رحت دكاتره كتير جدا وعملت اشعه كتير وخدت ادويه كتير، في من اللي قال لي ممكن تدخل في جراحه، في اللي قال لي مثلا ممكن نكمل علاج طبيعي حوالي سنه ولا حاجه، وقعدت علاج طبيعي كتير جدا وما فيش اي نتيجه. فجينا هنا الحمد لله الدكتور قعدت معاه حوالي متابعتين، بعد كده قال لي يعني احقن، الحمد لله حقنت ودي ثالث مره وفي تحسن كبير جدا ما شاء الله يعني. الحمد لله. انا بقالي 5 سنين كنت تعبانه جدا برقبتي وما اعرفش انام، صداع والدم مش بيوصل للمخ، كنت بدوخ يعني روحي بتروح خالص من الدوخه، كنت بتعب جدا ما اعرفش احط راسي على المخده ولازم اقوم من كتر الصداع، لفيت كتير وفي دكاتره كتير قالوا لي جراحه، فسمعت ان الدكتور في التلفزيون وجيت هنا بصراحه من اول جلسه الحمد لله عرفت ان هي ما فيش الام في راسي خالص ولا رقبتي زي الاول، اتحسنت بنسبه 80% الحمد لله وبقت احسن مع الحقن. دكتور عمرو هروح معاك لبروتوكولات اتكلمنا عنها قبل ما نطلع اللينك اللي هو الاخير ده، في حقن بلازما وفي اكسجين نشط وفي حركه مغنيسيوم وفي مغذيات خاصه بالركبتين وفي اكسجين نشط،
الموضوع ما شاء الله كل مره بيزيد عن المره اللي قبلها في حلقاتنا، والناس ابتدت تسمع عن كل جديد في كل حلقه بيسمعوها او بيشوفوها معانا في هذا البرنامج، وبالتالي التطور اللي بيحصل كل يوم بناء على ابحاث حضرتك بتعملها او بتخاطب بيها ناس زملاء في دول مختلفه، علشان المريض اللي يجي دبي كلينيك يتمتع بهذه الخدمه ويقدر بتكلفه قليله جدا يحصل على نتيجه رائعه. احنا يهمنا في فريق دبي كلينيك ان احنا ناخد نتائج ان احنا نقدر نتكلم بيها ونقول احنا في تقنيه علاجيه، تقنيه علاجيه باستخدام البلازما المنشطه بالاكسجين النشط، وكذلك البين هو العلاج اللي عليها البين اسسمنت اللي هو مقياس الالم عند المريض. دبي كلينيك من اهم المراكز او اكبر المراكز واول المراكز اللي ادخلت الاذون الطبي في تحقيق نتائج رهيبه بتدفع المريض ان هو يتحسن وان شاء الله يشعر بزوال الالم تماما سواء في العمود الفقري او خشونه الركبتين. الاذون الطبي هو الاكسجين النشط، عباره عن اكسجين نشط 5% اسري اللي هي الفضل. ده مضاد التهاب قوي جدا، مضاد التهاب بيتحول لي المواد الشوارد اللي هي تعتبر ضاره الى مواد نافعه نقدر نستغلها، سواء كان التهابات بقى في العمود الفقري، سواء كان التهابات في المفاصل الانترا ارتيكولار. لله الحمد احنا من اوائل المراكز اللي استخدمت تقنيه علاج حقن الاذون الطبي. الفيديو ده بيشرح ازاي بيحصل الانزلاق الغضروفي وازاي بيأثر على الاعصاب. دي برضو بيشرح هنا ان ازاي هنا اللي بيحصل الفتق الغضروف بتبقى درجات من درجات الفتق الانزلاق الغضروفي عامه، واللي بيضغط لي على العصب زي ما احنا شايفين كده دي درجات، ولما بتخرج الماده النيوكليس الى خارج النخاع او عند الاعصاب دي بتبقى الدنيا بتبقى صعب ان احنا تحتاج تداخل ان احنا نزيل هذا الغضروف. ففي احنا نقدر نتداخل في 96% من الام العمود الفقري بالانترفنشن بالتداخل المحدود. ويمكن الفيديو ده من الحاجات اللي بتشرح كمان حاجه اسمها اوزون ديسكتومي، يعني احنا ممكن نحقن الانترا ديسكال اوزون وناخد بيه، دي حاله من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها. الانترا ديسكال اوزون بيساوي اسمه اوزون ديسكتومي، كاني عملت عمليه للمريض ده. برضو بتفرق الدرجه العين جاي امتى، وبيفرق العيان بالنسبه لي درجة الألم قد إيه، كل ده بيتحدد لي إن التداخل دوت إن شاء الله يجيب نتيجة. كنت بشتكي من خشونة في رجلي، رحت أشتري أي حد تاني في العلاج بتاعها، فسمحت للدكتور على التلفزيون فجيت خدت منه العنوان وجيت على الأوانجر. كنتش بقدر أركز عليها، بركز عليها دلوقتي بقوم أقف. رجلي تعبانة جدا لدرجة يعني أكتر من دكتور قال لي لازم تعملي عملية تنزلي جسمك ووزنك وعملية تكميم وكلام من ده يعني. الحمد لله نزلت جسمي طبعا والحمد لله يعني. الدكاتره قالوا لي تغيير مفصل، ولما دكتور قال يعني انا هنعمل الحقن البلازما فلمين ده وان شاء الله هيبقى في نتيجه، وبرده الحمد لله في نتيجه. مش من اول دكتور هيقول لك تغيير مفصل، انا رحت لاول دكتور قال لي تغيير مفصل، قلت له لا. رحت لدكتور تاني، رحت ثلاث دكاتره تغيير مفصل لغايه ما قالوا بقى لا عم طب نزلي في الجسم الاول، ولما نزل الجسم اتحسن شويه المفصل. خدت اول مره ليا جلسه الزلال، بعد كده اكسجين، بعد كده بلازما، وبعدين اكسجين، وبعدين المره دي بلازما ان شاء الله. بشتكي من ركبي الاثنين، ما بقدرش اطلع ولا انزل سلالم، رحت لدكاتره كتير عظام علاج ما فيش فايده، بيوجع المعده، برشيم كتير، مسكنات ما بتعملش معايا ركبه. فجيت من جمعتين وحقني اللي هو البلازما، الحمد لله ارتحت حسنت عليها شويه، وانا جايه المره دي حقنت اللي هو الاكسجين النشط ان شاء الله. تقريبا ليا يعني حقنه ثانيه اللي هي بلازما برضه، وهشوف بقى من النتيجه، بس انا الحمد لله اتحسنت. وكنت عايش بالشن بتاع الخشونه وفور الخشونه وغايه لما المعده بتاعتي تعبتني خالص، يعني ما عدتش اقدر اكل بسبب المعده اللي هي تعبتني وقت البرشام. كان نفسي اخلع ايدي واحده بس ما رقبتي بنام بيها سنة وصباح خش و15 يوم ما بخلعهاش برقبتي، بنام بيها وباكل بيها، يعني نفسي اكل من غيرها بس ما اقدرش، زي ما يكون في محاور كده شغاله في رقبتي، واحد ماسك بتنجان وعمال اقوره بتنجان في رقبتي كده، يعني كنت في حالة سيئة زيادة عن اللزوم يعني. والحمد لله ربنا كرمني بالدكتور عمرو، والله انا من اسماعيلية، من بلد اسمها ابو سويف جنب اسماعيلية عزبة الصعايدة،
يا راجل سعيد يعني طبعا والله. واي واحد رقبته معاه وعارف الكلام اللي انا بقوله ده، انا ما كنتش اشوف النوم، كنت بكلم ربنا كل دقيقه اقول يا رب يا رب والنبي يا رب لا تخففني لا تاخذني من العذاب اللي انا فيه، من الالم اللي انا فيه، عذاب عذاب فوق ما تتصور. وربنا رحمه سخص لي الدكتور عمرو وجيت هنا وجزاك الله خير الراجل. كنت معاكم الدكتور محمد عكيله احد اعضاء فريق عيادات دبي لعلاج الالم، الام المفاصل، الام الاعصاب المستمر، مشاكل الفقرات والام العمود الفقري، دي من الحاجات المزمنه واللي المرضى كتير بيشتكوا منها واللي بتحتاج بالضروره تدخل لعلاج الالم. من اشهر الحاجات اللي الناس بتشتكي منها مثلا مشاكل خشونه المفاصل، وطبعا خشونه المفاصل دي لها درجات، في درجه اولى وثانيه وثالثه ورابعه. طبعا كل الناس عارفة ان في الغالب في الدرجات الاولى الناس بتجرب العلاج الدوائي، اذا جاب نتيجة فده كويس يعني، فاحنا لو حاجة مثلا بشكل حاد او هتاخد علاج يومين او ثلاثة وتخف ده شيء كويس، انما لو هلاقي ان المريض هيحتاج ان هو ياخد العلاج الدوائي ده لفترة كبيرة ممكن تعرضه لمشاكل، خاصة ان احنا كلنا عارفين ان المسكنات او الكورتيزون ده له تأثير على الكلى على المدى البعيد او على المعدة والجهاز الهضمي بصفة عامة، وتقريبا بأثر على كل وظائف الجسم، ما ينفعش ان انا افضل مستمر عليه لفتره طويله. ففي الحاله ديت بلجا لعلاج الالم علشان اتجنب الاعراض الجانبيه اللي ممكن يسببها العلاج الدوائي على المدى البعيد، خاصه المسكنات وبخاصه الكورتيزون. طبعا في درجات معينه برضو ممكن يكون القرار الطبيب الاولي ليها ان هو تدخل جراحي زي مثلا الخشونه من الدرجه الرابعه. وان كان بفضل الله يعني في عيادات دبي لعلاج الالم بنفسنا شفنا حالات تم التعامل معها بعلاج الألم وبالفنون المختلفة اللي موجودة هنا تحديدا، وبفضل الله بدأ يحصل فيه نتائج ونتائج نفسنا ما كناش متوقعينها، وده طبعا مثبت بالأشعة قبل وبعد، والكلام ده إن شاء الله هنعرضه على حضراتكم من خلال حالات وخلال الأشعات قبل وبعد، وحضراتكم هتشوفوا الفرق بالفعل. احنا بنعتمد على شيء أساسي ممكن ناس كتير ما كانتش تاخد بالها منه في الفترة اللي قبل كده، وهو العلاج التجديدي، ان انا بعتمد على ان أنسجة الجسم فيها آلية ربنا خلقها سبحانه وتعالى على تجديد نفسها. يعني هتلاقي كل الانسجه فيها حاجه اسمها ستيم سيلز او الخلايا الجذعيه المحليه اللي موجوده لربنا خلقها ومخليها موجوده في الانسجه فقط لتجديد النسيج اللي حصل فيه اي مشكله. من الخلايا ديت حاجات زي مثال، يعني الناس اللي عندهم خشونه في الركبه ده بيبقى حصل عندهم التهاب في المفاصل نتج عنه في الاخر تاكل في ماده الغضروف، في خلايا جذعيه موجوده محليا ولكن محتاجه تنشيط. في الحالة الأولية خاصة الناس اللي عندهم الإصابات بسيطة أو الإصابة في سن الشباب أو كده بتبقى آلية العمل وآلية الريجينريشن أو إعادة بناء الأنسجة دي بتبقى كفاءتها عالية، فالمريض ما شاء الله يعني بيبقى يصاب خلال أيام بتلاقيه تعافى ورجع للوضع الطبيعي بنسبة 100%. ولكن في بعض الحالات بتحتاج لمساعدة للآلية دي، طب ازاي ان احنا هنساعدها؟ هنحاول ان احنا نشتغل على مواد معينه ونبدا ان احنا نتعامل مع المريض بحيث ان احنا نشغل الخلايا الجذعيه دي لانتاج عوامل النمو اللي يكون من نتيجتها في الاخر بناء الانسجه ونمو الماده الغضروفيه وعلاج الخشونه. في حاجه اسمها حقن البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه اللي هي الاختصار BRB. ايه قصه البلازما دي؟ ان انا باخد عينه من المريض نفسه، فانا ما بحتاجش ان انا اخد من حد تاني ولا انا اجيب ماده من بره ولا من الصيدلية ولا أي مادة كيميائية أعرض المريض ليها، لا ده أنا باخد عينة من دمه بس وببدأ أحطها في جهاز خاص بالفصل اللي هو جهاز الفصل المركزي بآليات معينة، وابدأ ان انا استخلص مادة معينة من الدم او عينة الدم اللي انا واخدها دي اللي هي بتبقى غنية بالصفائح الدموية. وكلنا عارفين ان الصفائح الدموية دي حاجة مسؤولة عن انتاج عوامل النمو وطبعا عوامل التخثر في الجسم اللي هي بيمنع التجلط والكلام ده. احنا بنستغل الخاصية دي اللي هي حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الانسان، ونبدأ ان احنا نركز الصفائح ناخد البلازما الغنية بالصفائح الدموية اللي هي فيها صفائح دموية بعدد مركز بحيث ان هي تنتج لنا عوامل النمو، ونبدأ نحقنها موضعيا في النسيج اللي انا محتاج ليه اعادة نمو او بناء للنسيج. فبستخلص المادة دي وببدأ احقنها، مثلا لو عندي خشونة في المفصل على سبيل المثال، مثلا حد عنده خشونة في مفصل الركبة
ببدا ان انا اخد منه عينه من الدم، وطبعا ده بيسبقه تحاليل معينه كده، لازم اكون عارف ان كفاءه الدم بتاع المريض دوت هيديني نسبه معينه من الصفائح الدمويه اللي هكون منتظر منها النتيجه الفعاله اللي انا محتاجها. وده بنأكد على دور المعمل اللي موجود في عيادات دبي، ان هو ليه فصل بشكل معين، وان انا باخد العينه بشكل معين قبل ما المريض بخليه يخضع للجلسات دي، بحيث ان انا اعرف صوره الدم بتاعته واعرف كفاءه الصفائح الدمويه اللي انا هستغلها او اللي انا هستخدمها في انتاج عوامل النمو. لان طبعا في حالات بيبقى عندها في ضعف في الصفائح الدمويه او عندها انيميا شديده، فدي من الحالات اللي ما بيكونش مناسب لها العلاج ده. او لو المريض برضو يكون عنده مشاكل في الكلى مثلا او كده، فدي بتاثر على وظائف الصفائح الدمويه حتى لو كان العدد بتاعها كويس وموجود. فده دور التحليل الاول قبل ما نخضع المريض للطريقه العلاجيه دي. فكل حاجه لها بروتوكول معين ماشي بسيستم واضح ومرتب، ونشوف اللي يناسب المريض وبنعمله. احنا عارفين اي خليه علشان تشتغل بكفاءه، مثلا خليه الماده الغضروفيه دي مثلا على سبيل المثال، اذا كنا بنتكلم في موضوع الخشونه، علشان تشتغل بكفاءه محتاجه ماده غذائيه ومحتاجه الاكسجين، لان الاكسجين ده هو المسؤول عن عمليه الايض والتمثيل الغذائي، وان الجسم يستفيد من الماده اللي هتتحقن. فبنحقن غاز اسمه غاز الاكسجين في الصوره النشطه، وده بيفرق عن الاكسجين العادي. طبعا الاكسجين في الصوره النشطه مميزاته عن الاكسجين العادي ان هو بطبيعه الحال وطبيعه تكوينه نفسه هو ماده مضاده للالتهاب. يعني بمعنى ان انا بحقن المريض الاكسجين بحقن المريض بالاكسجين المنشط دوت، فده له تاثير قوي جدا كماده مضاده للالتهاب. ليه بقى؟ لانه بيوقف انتاج العوامل الالتهاب زي حاجه اسمها سيتوكاينز او انفلاماتوري سيتوكاينز اللي هي التيومر نكروز فاكتور الفا، واللي ده بتبقى سبب في بدايه العمليه الالتهابيه. بستخدم الماده ديت بحقنها مع البي ار بي، وده طبعا بيميز مركز دبي لعلاج الالم. فانا حقنت بلازما، حقنت اكسجين نشط بتركيزات معينه، برضو بنؤكد على ذلك لانه ما ينفعش يتاخد كده باي شكل، لازم له تركيزات معينه وبكميه معينه على حسب الحاله الصحيه للمريض. من الحاجات الثانيه حاجه اسمها برولو سيرابي، ودي مواد معينه لها قدره كبيره على نمو الانسجه وماده مغذيه قويه لخشونه المفاصل. فلما اعمل كومباينيشن او تكامل ما بين كل الطرق التجديديه ديت، انا بشتغل على اليات الجسم نفسه انه يعمل اعاده بناء ليه، وده طبعا اقوى من اي حاجه ثانيه ممكن المريض يستخدمها. يعني فيها مستحضرات وادويه وكيماويات او حاجات زي كده بتبقى مسؤوله عن اعاده بناء الانسجه، ولكنها عمرها ما هتيجي بنفس قوة المادة اللي ربنا خلقها في جسمك، وهي دي مهمتها. العيان بيبدأ هنا معانا مع أول كشف ليه مع دكتور عمرو. أول حاجة بيتم تقييم العيان من ناحية تاريخه المرضي وبرضه تاريخه العلاجي، وده مهم جدا معانا. بعد كده احنا كأطباء بنتولى عملية المتابعة. دايما نبقى حريصين نبقى ابديتد او متابعين مع دكتور عمرو في كل حالات العيان، سواء في مشاكله سواء في التقدم اللي بيحصل، دايما بنبقى على متابعه على طول مع دكتور عمرو سعيد، ان احنا نكون معرفين الدكتور بكل المعلومات عن كل العيانين الموجودين، سواء بعمليات التقدم باي المشاكل، شكاوى العيان، بعض احيان العيان بيطلب مننا ان هو يبقى وضع خاص مثلا او ليه مشاكل خاصه ممكن تبقى اكبر من الكادر الطبي الموجود، ممكن نستدعي استشاريين اكبر، وده برضو مهمه جدا بالنسبه لينا هنا. احنا كفريق اطباء عيادات دبي كلينيك، العيان مش مجرد عيان داخل العياده، احنا برضو بنتابع مع العيان بره العياده. تقدر تستشيرنا في اي وقت في اي لحظة، احنا معاك دايما. جروباتنا على الواتساب، جروباتنا على الفيسبوك، جروباتنا في اي مكان تقدر تستشيرنا وتتابعنا معاها دايما. احنا في العيادة وبرا العيادة احنا موجودين في كل مكان. احنا هنا في المعمل نعتبر نفسنا مرحلة اساسية ورئيسية في مرحلة بدء العلاج، وهي مرحلة تحضير عينة بلازما غنية بالصفائح الدموية بشكل صحيح وبشكل مفيد. احنا الحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل لعينة بلازما غنية بالصفائح الدموية ذات جودة وكفاءة عالية، وده عن طريق تحضير المعمل بالأجهزة العلمية الحديثة، وعن طريق مواكبة الفصل، وعن طريق مواكبة الأبحاث العلمية اللي بتتكلم عن طرق الفصل الحديثة. الحمد لله رب العالمين احنا قدرنا نوصل لده، بحيث انه نقدر ندي للمريض عينة بلازما غنية بالصفائح الدموية ذات جودة وكفاءة عالية، وربنا يجعل فيها شفاء ان شاء الله. حابب اختم بكلمة من دكتور عمرو قبل ما اطلع اشوف برضو كمان تقرير، اسيب حضراتكم بقى معايا تنبسطوا وان شاء الله تاخدوا قرار بالشفاء. دكتور تعليق قبل ما نختم حلقتنا، خشونة ركبتين والام ومشكلات عمود فقري.
نقطة عليه بسيط. أنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا بدأ دعاء واحد وبقول للمشاهدين أن يقعدوا معنا: اللهم انفع بنا، اللهم اجعلنا سبب شفاء الناس، وعلمنا أسباب الشفاء، ده مهم جدا بالنسبة لنا، وربنا يعني يوفقنا إن شاء الله. كل مريض ليه تفصيلة علاجه، كل مريض بيختلف من الآخر، مش استنباط، مش استنباط علاج، والحقن كمان مش حقن حاجة واحدة، الحقن ده مختلف، في حقن، كل كلمة حقن دي تعني بالنسبة لنا وبالنسبة لي أكتر من 10 مواد ممكن نحقنهم، كل مريض في كل جلسة بتختلف احنا هنحقنه ايه عنه. طيب يا رب كل حلقة النهاردة عجبت حضراتكم وخدنا فيها قرار بالشفاء. هنطلع دلوقتي، انا طبعا بتمنى لكم كده صحه وسعاده. كان معانا ومعاكم النهارده دكتور عمرو سعيد، دكتوره علاج الالم التداخلي جامعه القاهره. بشكرك، نورتنا. هسيبك مع الساده المشاهدين ونسيب الساده المشاهدين يتفرجوا معانا على هذه تقارير وحالات النجاح. واتمنى لكم كل الصحه وكل السعاده. كنت معاكم احمد الشاعر، بشكر كل فريق العمل الجميل. كنت بعاني من الم في رجل في ركبتي الاثنين، ورحت لكذا دكتور، فطبعا وصلت ان انا اعمل عملية تغيير مفصل في الرجل اليمين. والحمد لله وانا قاعدة بالصدفة كده شفت دبي كلينيك على التلفزيون قناة الحدث، فعجبني اراء الناس وارتحت نفسيا من الناس اللي عملت جلسات عنده، هو انسان محترم. فاتصلت والله عليهم وحجزت وجيت لحضرته، كشفت وشاف الأشعة والتحاليل، فقال ان انت عايزة حقن جلسات بلازمة. والحمد لله انا بقالي كم مرة بحقن واخد جلسات الاكسجين، وارتحت الحمد لله والله بنسبة يعني 80%، عشان برضو مبقاش يعني كده ولا كده. والحمد لله انا احسن من الاول خالص، وبمشي وبتحرك وبطلع وبنزل والحمد لله. سمعت عن الدكتور في التلفزيون وجيت حجزت، عشان كان قبليها على طول المفروض هعمل عمليه تغيير مفصل. رحت لكذا دكتور وعملت علاج طبيعي كذا مره، ويعني بقالي فتره بتاع حوالي 3-4 سنين وبعالج رجلي يعني، فباخد علاج شوية ويرجع تاني نفس الألم والوضع. كنتش بقدر أمشي ولا أقف كده 5 دقايق على بعض، وما بمشيش خالص تقريبا، ما أقدرش، الوجع رهيب جدا. فجيت للدكتور وعملت إشعة وكده تحاليل، عمل لي في رجلي حاجة اسمها تردد حراري، كنت أول مرة أسمع عنها. وبعديها بأسبوعين كده عملت بلازما، فالحمد لله لقيت فيه يعني نتيجة نوعا ما عن الأول خالص عن أي دكتور، فكملت الحمد لله وبعمل معاه متابعة كل أسبوعين. لما خدت البلازما ريحت شوية، كمان حقنة الأكسجين اللي خدتها يعني في آخر جلسة بقى ليا أثرت شوية. الحوض كان تعبان جدا، كنتش قادرة أتحرك ولا أقوم، ما بعرفش أقوم يعني، كنت صعب ألف مثلا عشان ألف وأقعد أو أقوم من على الكرسي، بيبقى صعب جدا، ألم فظيع عشان أعرف أقوم. ألم بتاع الحوض راح، بقدر أقعد وأقوم، بس بتكي طبعا أسند على عصاية، أسند على حاجة. عندي مشكلة في الركبة، الركبتين بقالهم يعني سنين، وأنا هملت فيهم بصراحة لغاية ما بقيت إن أنا بمشي بزوق. جلسة والتانية لا الحمد لله من أول جلسة في تحسن، فكان عندي مشكلة برضو في رجلي التانية كنت مهمل فيها، فالحمد لله دلوقتي يعني بنسبة 80% الرجل الشمال كويسة، واليمين الشمال اليمين نسبة 50% دلوقتي أحسن، وبرضو مستمر على العلاج والله يبارك لهم. كل الطاقم اللي في دبي كلينيك ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم والله يبارك لهم. انا جيت تقريبا 22 او 28 او 23 11 جيت من بعد يوم 20/11/2020 الجمعه اللي فاتت، الخميس اللي فات بالظبط بقيت اصلي، بقيت اسجد، انما من شهر 11 ومن قبل شهر 11 انا ما كنتش بقدر اسجد من الالم اللي في رجلي. لا الخميس اللي فات بالظبط قلت احاول ان انا اسجد فسجدت، لا الحمد لله لا احسن بكتير.